من يوم ما استعملت الطب النبوي عم بشعر اني متحسن كتير دكتور. معقول هالحكي؟ اي نعم، والنتيجة مثل ما عم بتشوف، هدوء ورواعة الأخير. بشو عم تشعر؟ والله يا دكتور عندي شوق كبير اني روح لعند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف بدك تروح لعنده؟ بوم. يخرب بيتها، بدك تنتحر؟ لا فعلا باين عليك متحسن كتير، وشو اللي يخليك تعمل هيك؟ والله امبارح حلمت لك حلم يا دكتور، حرك لي كل احاسيسي ومشاعري. بشو حلمت؟ حلمت لك انه عم بستشهد بالجهاد وروح الجنة، وعينك ما تشوف ملا جنة يا دكتور، شي حوريات وشي انهار خمر ولبن وعسل. ايوة فعلا الحلم تبعك بيحرك الشهوات مو بس المشاعر. مثل ما بيقول القرآن، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. آه يا ريت شوف يا دكتور، حورية رايحة وحورية جاية، وطبعا كلهم ما إلهم شغلة أو عملة إلا أنه يلبوا شهواته. طبعا دكتور طبعا، الله خلقهم مشان هيك، ونحن رجال رح نكون كل الوقت مشغولين بالحور، ومثل ما بيقول القرآن، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. شو يعني في شغل فاكهون؟ يعني شغلنا الشاغل الونسة مع الحوريات دكتور، بس بستحي فصل لك أكتر من هيك، يا ريت المخرج يطلعنا التفسير عشرية تحت. أيوة هيك. أيوة وكمان مسموح لك بالجنة أربعة مثل هون؟ أوه أكتر بكتير دكتور، بيقولوا 72 حورية، وبيقولوا إنه الله رح يعطي كل واحد منا قدرة 100 رجال. قال صلى الله عليه وسلم، إن الرجل من أهل الجنة يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع. عم أقول لحالي ليه جماعتك بيحبوا الانتحار؟ حبا بالله دكتور. أنا بعتقد حبا بالحور سيد إسلام. الاثنين سوا، الاثنين سوا دكتور. لك بدي أعرف شو هالإله اللي بيخلق خلائق عديمة الإرادة ومالها لا شغلة ولا عملة إلا إنها تبسطك، وكأنه عم يخترع لك لعبة صينية. ولك يا عمي معقولة في إنسان عاقل بيؤمن بهذا الشيء؟ لكان بدك الله يترك الشهداء بدون أجر دكتور؟ والله أمرك عجيب. نسأل الله أن يدخلنا الجنة ويباعد بيننا وبين النار، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. آمين. صدقني أنا شايف أنه أصل المصايب والعنف والإرهاب هن الحوريات تبعاً. هيدول مو حوريات، هيدول جنيات سيد إسلام، جنيات. آه إيه والله دكتور ممكن يكون معك حق، لأنه يا أخي الإغراء تبعهم مو طبيعي مو طبيعي دكتور. أنتو الله ما بيعطيكم حريات بالجنة؟ لا ليش ما قريت شو قال المسيح؟ يا نصارى يا مساكين، الله حرمكم من ملذات الدنيا والآخرة.